ريسبير ريسبير والإنذار الخامس يمنح الفوز بالميدالية الذهبية الذهبية لأصحاب الذهب والذهبية للذهب اليوم الرائع. وصفي عبد الباسط، لا يوجد هناك وصف للكلمات لهذا الوصف. عبد الباسط وينر بالجولد ميدال، يضرب المغربي التركي ريسبيرغ هاكان. حتى ولو كان مصنف اولا اصبح الان المصنف اولا هو البطل المغربي وصفي عبد الباسط، يمنح الميدالية الذهبية الرائعة اليوم للمغرب. وصفي عبد الباسط تميز في الراوند 1 في الجولة الأولى، تميز في الجولة الثانية واستحق بجدارة واستحقاق أن يفوز على صاحب الأرض، صاحب الجمهور، صاحب المركز الأول في هذه المنافسة ريسبير هاكان. بل صاحب المركز الثاني أصبح الآن ريسبير هاكان أمام وصفي عبد الباسط. إذن مبروك وصفي عبد الباسط، الميدالية الذهبية في وزن أقل من 63 كيلوغرام. رجال اليوم وأهم الرجال وأروع الرجال، وهذا الرجل الآن وصفي عبد الباسط. هنيئا وصفي، هنيئا لنا جميعا، هنيئا للطاقم التقني، للمدربين، للمشرفين، للبعثة المغربية وللشعب المغربي قاطبة أيضا، وللجماهير. أمامنا أيضا بدر إسماعيلي الذي قام يوم أمس بمباراة روعة رفقة ندى العرج صاحبة الميدالية الذهبية يوم أمس، وبنفس الطريقة أمام صاحبة الأرض والجمهور آنذاك هاتيس كوبرا.